خلينا نروح دلوقتي نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما احنا متعودين في الفقرة دي بنشوف تفاعل المشاهير على السوشيال ميديا وبناخد جولة جوه الاكونتس بتاعتهم في كل الابلكيشنز. ونجمة السوشيال لاب النهاردة هي الفنانة دينا الشربيني. الفترة دي نشيطة جدا في أعمالها الفنية بعد تألقها في مسلسل كامل العدد في رمضان، وطبعا المسلسل ده حقق نجاح كبير جدا وتصدر السوشيال ميديا في النص الأول من رمضان، وهي بتحتفل دلوقتي بنجاح فيلمها يوم 13 اللي اتعرض في العيد ولقى إعجاب من الجمهور واقتربت إيراداته من 20 مليون. دينا الشربيني من عشاق التيك توك، عشان كده هنبدأ بيه، وتقريبا كل يوم لازم تنشر دينا فيديو ليها على التيك توك. بيتابع دينا الشربيني 1,400,000 فولور، وهي بتتابع 11 أكاونت منهم هشام ماجد وياسمين رئيس، وحققت 4 مليون لايك لحد دلوقتي. ده بيتكم مش كده؟ اه جميل. ودي السفرة؟ اه دي السفرة، ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي؟ بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده. من التيك توك للانستجرام بيتابع دينا الشربيني 7,500,000 فولور، وهي عامله فولو ل 497 اكاونت. نشرت لحد دلوقتي حوالي 549 صوره وفيديو. تعالوا نشوف الصور والفيديوز دي عباره عن ايه. طبعا زي اي فنان بتنشر فيديوز وصور لبوسترز وكواليس اعمالها، ولقينا انها نشرت اكتر من 50 صوره لاعمالها. دينا بتتميز جدا في بساطتها في الستايل بتاع لبسها، ولاحظنا انها بتحب اكتر لونين هما الابيض والاسود، واحيانا الوان مبهجه زي الاورنج او البينك، وبتحب كمان تتصور في اماكن فيها مشاهد طبيعيه، وده بيبان في الفوتو سيشنز اللي بتنشرها من فتره للتانيه، ولقينا انها نشرت اكتر من 30 صوره لفوتو سيشنز مختلفه. دينا الشربيني بتهتم جدا بلياقتها البدنيه وبتحب الرياضه جدا، ونشرت فيديو ليها وهي بتلعب رياضه وحقق مليون مشاهده على الانستغرام. تعالوا نشوف. Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices, little whispers in my head. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب.